علاش جيت؟ سؤال باش نجاوب عليه من واجبي انني باش نجي، لان كل ما تديروا الحاجه امي الحاجه كيف ما تيقولوا بادره، تيخصنا كلنا كمغاربه لا داخل المغرب ولا خارج المغرب لانه تكون عندنا يد، لان مع الاسف الان ما كاينش شي عائله مغربيه او غير مغربيه اللي ما تتقاش مرض سرطان. امي الحاجه اللي جمعت هاد العيالات هادو، يعني واخا نشكروها واخا ما عرفاش نقولوا يعني في حقها ما نردوش لها، واخا يعني غرام من هادشي اللي تدير، لانه هاد الدار هادي ديالها اللي هداتها للخير، هداتها لهاد العيالات هادو اللي تيتواجدوا هنايا، هاد الفتيات، لان ايمان في عمرها 25 سنه، كاينه كذلك امي لالا، لانه المرض مع الاسف ماشي تيقيس غير واحد السن معين، ولكن تيقيس يعني كيف ما تنعرفوا ملي التربيه تتخلق حتى الانسان اللي تي السن ديالو اللي تكيدير له. المجيء ديالي كنت ننتظر لانه باش نجي السنه اللي دازت، ولكن مع الاسف ما ساعدنيش الوقت، لانه السباق النصر اللي تنظم شاركوا فيه السنه الماضيه امي الحاجه والنساء كذلك، وهاد السنه هذه شاركوا معنا، وكان لي الشرف على انه باش يجيو يشاركوا، ماشي لانه كمشاركه او مساهمه، ولكن لو فيت انهم جاوا خرجوا جاوا جراو في سباق النصر، فهذا بالنسبه لي هذا هو الهدف اللي حنا بغيناه، هو انه جميع النساء يشاركوا، ماشي غير المراه اللي تدير الرياضه، ولكن حتى النساء اللي هما مريضات، لان دائما تنقول الرياضه والصحه شيء اساسي، باسكو الا ما كناش في صحه جيده ما يمكنناش نديروا الرياضه، الا بغينا صحتنا تكون مزيانه تيخصنا نديروا الرياضه. ولو انه لما تيكون الداء مرض السرطان تيعرف تنعرفوا كاملين، لانه تيخصوا الدواء اولا، وتيخص الماكله، تيخص الايواء، تيخص المسانده الماليه، ما تنقولش مسانده، كاينه المسانده النفسيه اللي تيقوموا بها تبارك الله الاعضاء ديال الجمعيه، ولو انه خص من المزيد، باسكو كلهم سي دي بينيفول، لانه الجمعيه مع الاسف ما عندهاش امكانيات، ما عندهاش دخل، زيرو درهم، كل شيء هادشي اللي تيعيشوا هاد النساء هادو بواسطه يعني محسنين. امي الحاجه تتحل الباب في الصباح وتتقول يا مسهل يا ربي، اللي دق الباب مرحبا به، الا ما دقوش عليهم الناس ما كاينش اللي غيوكل هاد الناس، ما تياكلوش، فلهذا ما تياكلوش، تيخصهم الطبيب، تيخصهم الدواء، تيخصهم عده اشياء، فهذه مناسبه على انه حنا ما تنسعوش، خصنا نفهموا على انه ما تنطلبوش، ولكن واجب على انه اي مغربي، لما تنقول مغربي لا داخل المغرب ولا خارج المغرب، باسكو حنا كلنا مغاربه، نساندوا بعضياتنا ونديروا يد في يد، باسكو يد وحده ما تتصفش. بالمناسبه على انه باش خوتنا المغاربه اللي تيشوفونا ما فيها عيب، على انه باش نساهموا مع امي الحاجه ومع ايمان ومع وزان ومع سيدي سليمان ومع فيكيك، يعني جميع المدن المغربيه تتواجد هنايا. لما تيجيو عاودت لي سليماني فاطمه، لانها لما جات من فيكي كانت خايفه باش تجي للرباط، ولما جات للرباط كانت تخاف على انها تركب في الطاكسي ولا تركب في سميتو، ولكن الان دابا ولات تجي من السبيطار على رجليها حتى للدار. تيخص فاطمه، تيخصها الدواء ديالها، تيخصها اللباس ديالها، تيخص على انه باش تعيش هاد الدار هادي، باسكو هاد النساء هادو تيعيشوا في هاد الدار، فالدار تيخصها باش تعيش. تنشوفوا على انه كاينين اصلاحات في هاد الدار هادي، تيخص الاصلاحات، تنعرفوا لما تكون غير دارك باش تصلحها تيخصك امكانيات ماديه، يعني الدار اللي مفتوحه صباح مساء في وجه ديال اللي تجمت اللي جمت يرجعش، ما تنردوش، باسكو امي الحاجه ما يمكنش ترد واحد المراه اللي جايه مريضه وتردها، لما تيمشيو للسبيطار تيقولوا لهم الدار امي الحاجه مفتوحه، ولكن باش تبقى الدار امي الحاجه مفتوحه تيخسر المسانده وتيخسر المساعده. بالنسبه لخوتنا المغاربه في الخارج، تنتمنى على انه لانهم معروفين بالكرم ديالهم، الكرم ديالهم وحبهم للمغرب، حبهم لوطننا، باسكو وطننا كاملين، والمسانده ديالهم المغاربه خوتهم، على انه لما لا ما ننظموش واحد الامسيه او سهره كيف ما تيتنظم على الصعيد العالمي، مسانده لامي الحاجه للدار ديالها، مسانده لهاد النساء هادو، لانه كيف ما ذكرت امي الحاجه قبيله قالت لي وضرني في قلبي، باسكو قالت لي تنتمنى على انه لما يدينا الله يبقى هاد الشيء. هذا تيخص خوتنا المغاربه، لانه باش ممكن باش ننظموا واحد الامسيه سهره فنيه، مع العلم لانه المغاربه تيساهموا وتعاونوا تنعاونوا بعضياتنا، يكون مدخول بالنسبه للجمعيات جنات، وتكون متابعه، باسكو الاغلبيه غادي يقول لك انا غادي نعطي، ولكن داكشي غنعطيه فين غادي يمشي شنو غيدير به، تكون متابعه، الباب مفتوحه، الكاتبه العامه موجوده على انه باش تعطى لو دوسي كامل ديال الجمعيه بالنسبه للاعضاء، بالنسبه لكل ما يهم الجمعيه، وتبقى متابعه لما لا، على انه كل سنه
تنظم هذه الامسيه هذه او السهره هذه ويكون واحد المدخول بالنسبه للجميع غادي نساهموا فيه كاملين. يعني انا مستعده على انه باش نساهم في الخير، مع العلم لانه انا عرابه ماغين ديال لاسوسياسيون لافينير اللي كتكلف بالاطفال المصابين بداء السرطان منذ سنه 97. فلهذا هو ما غاديش نقول ميدان ولكن سي ان دومين، ولا سي ان دومين اللي خصنا كلنا نساهموا فيه، كلنا نساهموا فيه ولو الا بالضحكه والا تلاقى غير بايمان وضحك معها، ما تعطيها والو، ربي اللي تيعطي، ولكن تنتمنى على اننا نكونوا سبب، باسكو الله سبحانه وتعالى تيختار الانسان اللي يكون سبب، نتمنوا حنا نكونوا سبب، ونتمنوا هاد المغاربه خوتنا يكونوا حتى هما سبب في المسانده ديال ايمان، ديال فاطمه، ديال زهره، ديال عيشه، ديال ملحه.